السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يحكى أن شابا بدويا كان يعيش مع والدته، وكانت دائما توصيه أمه بألا يصاحب شخصا ذو نيتين. فقال لها: كيف لأن أعرف أن له نيتين يا أمي؟ قالت: هو سيخبرك بأن له نيتين من تلقاء نفسه وبلسانه. وبعد فترة ماتت أمه، فحزن عليها كثيرا وبقي في البيت وحيدا. وبعدها فكر بأن يبيع البيت ويرحل، فاشترى بعيرا وسلاحا وأخذ باقي المال وسافر. وفي الطريق التقى برجل مصاب مكسور الساق يكاد يموت من العطش، فنزل من على ظهر البعير وأسقاه الماء وفك عمامته وربط ساق الرجل وحمله على البعير وسار. وأثناء مضيهم في الطريق أخذ يتبادلان أطراف الحديث، فسأل الشاب: ما الذي أصابك وكيف أتيت إلى هنا؟ فقال الرجل: كنا في غزوة وانهزمنا وأصبت في ساقي، وهرب عني أصدقائي. فأخذ الرجل المكسور يسأل الشاب عن حاله، فأخبره وقال: أمي كانت لي أما توصيني دائما ألا أصاحب من له نيتان. فقال الرجل: أنا ذو النيتين. فضحك الشاب وسارا معا ووصلوا إلى بئر في الصحراء. قال الرجل المكسور: دعني أنزل وأجلب الماء. فقال الشاب: لا يا رجل، أنت مريض ومكسور الساق، أنا سأنزل فقط، أربط الحبل في عنق البعير وأنزلني في البئر لأملأ القربة وفي الثانية لسقي البعير. فلما وصل ركوة البئر قطع الحبل ذو النيتين وسقط الشاب في قعر البئر. فنادى الشاب: يا فلان الحبل. رد الرجل: أنا أخبرتك من البداية أن لي نيتين. فقال الشاب: خذ البعير والسلاح والمال لك، لكن أخرجني من البئر. قال الرجل: لتقتلني؟ قال: لك الله وأمانة ألا أقتلك. قال: لا. ومشى ذو النيتين تاركا الشاب بالبئر وهو يتذكر مقولة أمه ألا يعاشر ذو النيتين. فلما حل الظلام وانتصف الليل، فإذا بطيور تحط على طرف البئر تتحدث مع بعضها، فإذا هذين الغرابين إلا من الجن. قال الغراب الأول: يا فلان، هل تعرف ابنة الشيخ فلان؟ قال الغراب الثاني: نعم. قال: أتذكر تلك البنت الجميلة التي تقدم لخطبتها الآلاف من خيرة الرجال ورفضتهم؟ قال: نعم أذكره. قال: عملت لها سحر عظيم فأصبحت كالمجنونة، تقطع ثيابها وتصيح ولم يتقدم لخطبتها أحد حتى اليوم، وفك هذا السحر جد بسيط. قال: كيف؟ قال: يقرؤون الفاتحة 7 مرات في الماء ويسقونها البنت فتشفى بإذن الله. قال الغراب الثاني: أنت لم تصنع شيئا يا صديقي، هل تذكر مدينة الشيخ حارب المشهورة بالخضرة والمزارع والماء؟ قال: نعم. قال: صنعت لها سحر عظيم فجف ماء الآبار وهي الآن خاوية على عروشها لا يسكنها أحد. قال: كيف؟ قال: سددت الماء بمجمع العيون في البئر الذي يقع تحت الجبل وهو مجمع العيون، فأصبح جافا من عملي وفك السحر جد بسيط. قال: كيف؟ قال: يقرؤون خواتم سورة البقرة والمعوذات في ماء ويصبونه على منبع الماء فينفك السحر ويعود الماء يتدفق من جديد. وكان الشاب في أسفل البئر يسمع كلام الجن، وهي إشارة على أن الجن لا يرون بالظلام ولا يعلمون الغيب. طلع الصباح فطارت الطيور، فمرت قافلة بالبئر فأنزلوا دلوا بالبئر، فأخذ الشاب الدلو فقطعه. قالوا: ربما جيلان البئر قطعت الحبل. فأنزلوا الدلو الثاني فقطعه والثالث فقطعه. قال كبير القافلة: والله أن البئر فيه بلاء، من ينزل؟ فتشجع أشجعهم، قال: أنا أنزل. فلما وصل ركوة البئر فإذا بالشاب ينادي، فقال: من نزل إلى البئر؟
بسم الله، أأنت من الجن أم الإنس؟ فقال: يا أخي، أنا إنسي وقصتي كذا وكذا. فقال: لماذا قطعت الدلو؟ قال الشاب: لو تعلقت بالدلو ورأيتموني لخفتم مني وتركتم الحبل وهربتم فسقطت فمت وامتج الماء لكم. فخرج الرجل وقال لهم قصته، فقالوا: والآن إلى أين أنت ذاهب؟ قال: إلى مدينة الشيخ حارب ومدينة البنت المسحورة. فقالوا: نحن في طريقنا إليها. فلما وصلوا كان من يستقبل الضيوف هو شيخ القبيلة، فلما جلسوا عنده وأكرمهم سمع الشاب صياح بالبيت. قال: يا شيخ، ما الأمر؟ قال: هذه ابنتي مريضة، أصابها بلاء منذ 4 سنوات، ولم أجد حكيم ولا طبيب إلا وأتيتها به، ولكن دون فائدة. قال: ما مكافأة من يجعل ابنتك تتشافى؟ قال: لك ما تريد. فقال الشاب: أتزوجني ابنتك وتعطيني مالا؟ قال: أبشر، لك ما تريد، ولكن هل تقدر؟ قال: هاتوا لي ماء. وكانت البنت تصرخ وتمزق ثيابها، فقرأ به ورش عليها وأسقاها، ففاقت وأخذت تتصدر، ودخلت عند النساء فشفيت بإذن الله. فقال أبوها: أطلب. فقال: مالا، وتزوجني إياها. فقال: ولك مني بيت بجوار أيضا. قال: لا، أريد طريق المدينة التي جف ماؤها. قال الشيخ: ماذا تريد من بلد ميت ليس فيه ماء؟ قال: لي حاجة هناك. المهم، تجهز وأخذ زوجته معه ورحل. فلما وصل المدينة فإذا ليس فيها إلا 3 بيوت مسكونة، والبقية هجرها أهلها بسبب الجفاف، لأنهم يأتون بالماء من مسافات بعيدة. فذهب إلى بيت الشيخ في المدينة وقال: ماذا أصاب هذه الديرة؟ قال: كانت هذه الديرة غنية بالماء والخيرات، ومنذ 4 سنوات أصابها قحط وجفت مياه الآبار، وهي الآن كما ترى. فقال: ما لي إذا أرجعت ماء الآبار؟ فقال: لك ما تريد، لكن هل تقدر؟ فقال: أريد مزرعة ومالا وبيتا. فقال له الشيخ: لك ذلك. فقال الشاب: أين البئر الرئيسية، مجمع العيون؟ فقال: هنا. قال: هاتوا لي ماء. فقرأ عليه وصبه على منبع الماء، فانفجر الماء كالنافورة وعاد الخير، وأخذت المزارع بالعودة إلى ما كانت عليه، وعاش مكرما معززا عند الشيخ وأهل المدينة. وفي يوم من الأيام جاء رجل ضيفا على الديرة، فإذا هو ذو النيتين. فعرفه الشاب وقال: فلان، هل تذكرني؟ فقال ذو النيتين: لا. قال: أنا ذو النية الذي تركته في البئر. قال الرجل: وكيف أصبحت كما أرى؟ قال: القصة كذا وكذا. فخرج ذو النيتين مسرعا. فقال الشاب: إلى أين؟ قال: إلى البئر. قال: يا رجل، انتظر، وفي الصباح رباح. قال: والله ما أبيت إلا في البئر الليلة. فذهب أبو النيتين. فلما وصل ركوة البئر وجاء آخر الليل، فإذا بالغرابين يحطان على حافة البئر، لأنهم يجتمعون عند هذه البئر كل نهاية عام هجري. فأخذوا يتحدثون. قال الغراب الأول: فلان، هل علمت ماذا حل ببنات الشيخ حارب؟ قال: ماذا؟ قال: انفك السحر عنها. قال الآخر: وسحر أيضا، المدينة التي كنت أحبس الماء عنها رجعت على حالها. قال أولهما: والله يا فلان، بظني عندما كنا نتحدث في تلك السنة أن شخصا ما كان في البئر وسمعنا. قال الثاني: ما رأيك أن ندفن هذه البئر المشؤومة؟ فدفنوا البئر على الفور فوق رأس أبو النيتين. وهكذا كانت نهاية صاحب النيتين. وعلى نياتكم ترزقون. هذه القصة من التراث العربي، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. أتمنى أن تنال إعجابكم، وإلى اللقاء في قصة جديدة إن شاء الله.